عشان كده بنحاول في استجلاء الحقيقة نحاول نكشف كل حاجة بعظمة لسانه. شوفوا بقى أكاذيب الضغط وضغط الأكاذيب الاتنين ازاي تقدر تخلق من ضغط المباريات اللي انت متصورها او اللي هي واقع في بعض الفترات، تخلق منها أكذوبة كبيرة جدا مجافية ومناهضة ومخالفة للحقيقة تماما، بس تحاول تخلق منها كذبة. وازاي حتى هذا او هذه الكذبة يفضل يتضغط بيها على اساس ادعاء المظلومية وغياب العدالة وعدم تكافؤ الفرص، وتفضل اللبانة كل يوم لو في عدل، لو في تكافؤ فرص، لو في عدل كانت خلصت بدري. ما احنا قلنا، ومش انت عملت حسابات طلعت تيجي 18 بند؟ صحيح، ليك وعليك. هنيجي طبعا لاكاذيب الضغط وضغط الاكاذيب، لكن الملاحظ ان حتى الكره يا جماعه والرياضه كل النخب بتتابعها ما عادتش قاصره فقط على جمهور العادي اللي في الشارع واللي على القهاوي، لا، الكوره لعبه راقيه، صراعها وتنافسها بيجتذب كل المستويات وكل الشرائح الاجتماعيه والثقافيه والفكريه. لفت نظري جدا الاستاذ عمرو موسى، واحد من قامات الدبلوماسيه المصريه النابغين الحقيقه، سئل عن انتمائه الاهلاوي وعن اللاعب اللي بيعجبه. نشوف الاستاذ عمرو موسى. تابع كره اجنبيه؟ بتابع احيانا كره اجنبيه، بس انا متابع للكره المصريه، وهنا هنختلف ونتخانق عشان تبقى عارف يعني. متابع الكره المصريه؟ هنيت النادي الاهلي ولا لا؟ هنيت النادي طبعا، تهنئه كبيره. بس كده بخمس دقايق سوبر، انت بتاخد كل ملف ياخد منك تلات اربع ساعة، الملف ده ياخد تلات دقايق. النادي الاهلي بيبقى دقيقة ونص يا دوبك. انما انت بتتابع النادي الاهلي وعارف اللعيبة الجداد. بس مانيش متخصص قوي. انما يهمني شوف شريف ومحمد طاهر. محمد شريف ده كويس قوي. ده انت عارف قوي. امال ايه؟ عجبك الجول الاخراني اللي مش بس الاخراني والاولاني. بيقول له مش الاخراني بس، لا والاولاني، بيفكروا بجون الزمالك. طبعا جميل جدا ان الحديث كده في الكوره. أيوة. واخد بالك بالروح بتاعت عمرو اديب واهلاوي واتنين بيتكلموا في دعابات، في جو مرح، في مفيش مجال للتحفيل. يا اخوانا والنبي انسوا الموضوع ده، والله ما جعلت الرياضه لهذا. الرياضه عشان الناس تستمتع، مش طول الوقت بتفكر ازاي تقلب الحقيقه وتجرجر وراها ناس بتصدق وبتقع ضحيه هذا الكلام. طيب تبص في الجرايد برضو، صحف بعينها ماسكه كهربا، كهربا هيمشي، كهربا خلاص، كهربا بره الاهلي، وكلمات غريبه جدا عن موقف كهربا مع النادي الاهلي. الفريق في نص الموسم عنده ارتباطات كتيره، لكن لما كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره سئل عن موقف كهربا في الام بي سي، نشوف راي مدير الكره قال ايه. كهربا من احسن استثمار الاسبوع اللي فات على فكره. انا قلت الكلام ده والله يا كابتن زيد، قلت الكلام ده اول. لا بيتمرن كويس قوي، حتى من يومين قال له انا مبسوط جدا من طريقه تمرينك وانت بتتمرن كويس قوي قوي قوي. سيماني قال لي كهربا كده؟ يعني يوم الاربعاء اللي فات. ما شاء الله، ده في تطور كبير يا كابتن زيد. انت عايز ايه يا اخي؟ لا والله ده حاجه كويسه، ده انت يعني اسعدتني ان موسيماني يقول لي كهربا كده. اعتقد يعني معنوياته ونفسيه كهربا هتبقى في حته تانية. بص، هو التدريبات اسباب بتدي لك النتائج في المباريات على طول. يعني نتائج المباراه سواء كان اداء جيد او احراز اهداف او التفوق ولا حاجه، تعرف على طول ان كان قبليها حاله من الجهد والعرق والتعب والتركيز في التدريبات، فربنا سبحانه وتعالى بيدي لك على طول. واعتقد ان زي ما التوفيق مهم جدا، لكن كمان من الحاجات المهمه قوي هي يعني اسباب التوفيق ده بيجي ازاي. يعني بص، الملف بتاع الكابتن كهربا مهم جدا، والكلام اللي قاله كابتن سيد ده فيه انصاف وبيوضح ان الراجل واخدها جد.
لما تلاقي يتطابق هذا، مش موسيماني بقى وكابتن سيد، ده كابتن الخطيب يديله مكافاه اجاده على اجتهاده. انا كنت مع وانا يعني داخل قابلت نجوم الاهلي ايمن شوقي، كباتن كبار، وسام عرابي، وشريف عبد المنعم. فكابتن شريف عبد المنعم بيقول لي يا ريت حد يقعد مع كهربا يقول له انت مش محتاج تثبت حاجه، احنا كلنا بنثق فيك. ايوه، لان ده كلام مهم. على هو النهارده نزل بيقول لي صعبان عليه، عايز يعمل كل حاجه، عايز يثبت للناس انا جاهز، انا مجتهد، انا بتحرك كتير، انا. فبتكون نتيجه ان بيبقى في نوع من الايه، تضارب القرارات، الشده والارتباك. طبعا. وانا بدوري بنقل لك ده كلام كابتن كبير، وانا بقول لك كلنا شايفين يا كابتن كهربا انك انت بتجتهد، وشيل من دماغك كل حاجه بره الملعب، ما انت مش محتاج تثبت حاجه لحد، العب بسلاسه، العب بامكاناتك، بمهاراتك، بفكرك، بانضباطك، بجمعيتك وحبك لزمايلك، هتجد المردود مؤكد، ما تقلقش. طيب الحاوي، عايزين تشوفوا سر الاهلي واجواء الاهلي وتفوق الاهلي، وليه اللعيبه دي فعلا بتحقق كل النتائج. وليد سليمان لما يكون ضيف او في مداخله يتكلم، لا يتكلم على نفسه ولا زكى نفسه ولا افتكر نفسه، يتكلم عن زمايله وتعب زمايله، ربما اللي بينافسوه في مراكزه في نفس المركز. نسمع الحاوي. شايف تألق صلاح محسن ومحمد شريف ازاي؟ دي حاجه كويسه، اللعيبه بتشتغل. يعني بص اقول لك حاجه مهيب، طول ما انت شغال، انا دايما بقول الكلام ده ويمكن قلته معاك على نفسي كمان. انا طول ما انا قاعد على الدكه بس انا شغال، اللعيبه دي كانت قاعده بس كانت بتشتغل على نفسها كويس جدا، بتتمرن، لما جات لها الفرصه مسكت في الفرصه واثبتت للناس واثبتت للجهاز الفني ان انا اقدر العب وان انا استحق ان انا البس شيرت النادي الاهلي والعب في الاوقات الصعبه. عشان كده ربنا بيدي اللي بيتعب. صلاح محسن الفترة اللي فاتت كان بيتعب في التدريب، ربنا كرمه، كذلك شريف، اي حد بينزل ربنا بيوفقه، ده مش من فراغ مهيب، ده من تعب وبيتمرن وبيستنى الفرصه، وكل الناس بتتمرن ومستنيه الفرصه. ده الانديه الكبيره وده النادي الاهلي بالاخص، ان اللي موجودين فيه مش موظفين، ولا اللي موجودين فيه في زعل ولا مش زعل، لا، مصلحه الفرقه اولا، زائد ان في بيحترموا وجهه نظر المدير الفني، زائد ان انا بحترم الكيان اللي موجود فيه، زائد ان انا بشتغل لحد بتيجي فرصتي، ولما بتيجي فرصته بيلعب وبيتالق زي ما شفنا صلاح وشريف، ودي حاجه كويسه، وهم لعيبه كويسه وسنهم صغير، وان شاء الله ربنا يوفقهم الفتره الجايه باذن الله. شوف الكلام على كابتن وليد يعني هيبقى معاد ومكرر، لان الاشاده بيه الحقيقه باخلاقه وبانتمائه وبحبه وبعطائه وبانضباطه وباخلاصه وبتضحياته للنادي الاهلي ما بقتش محل يعني نقاش. ان الناس يعني احنا بنذكرهم بس، لكن هو النموذج الرائع الباقي، انك انت تقول يا جماعه اللي عايز يلقى التقدير ويخش قلوب الناس اهو النموذج هي. ده السكه اهي. الانصاف مهم، انك تتكلم عن الناس اصحاب العطاء وتشيد بعطائهم، لان ده اللي هيخليهم قدوه لغيرهم. ايوه، يعني انا برضو من ضمن الناس الذي التقيتهم الكابتن المخضرم عادل طعيمه. فبيقول لي انا بتابع ملك وكتابه يا عم، صانع الاجيال. وبيشكرنا ان احنا لما جينا نتكلم على يعني الموقف بتاع الاشبال بتاع الكابتن الجوهري، ذكرنا دوره وقلنا ان الراجل ده صاحب مدرب الفرقه اللي فازت، هو صاحب الفضل الاول لانه طبعًا كان مدرب الفريق ده طبعا، وهو كان مقرر ان هو اللي هيكاتشن عليهم في الملعب، وهو لسه راجع بيهم، كانوا في معسكر في المانيا. صحيح. فجاهزيتهم هي جاهزيه الفريق الاول، الجاهزيه الكابتن عادل طعيمه. ايوه، فكل اللي حصل الكابتن الجوهري اتعرف عليهم قبل الماتش بيوم. فلما احنا بنذكر هذه الحقيقه بنذكرها ليه؟ بنحفظ حق الكابتن عادل. ما اظلم الا يذكر ادوار الناس. صحيح. وما ابدع واروع وارقى انك تدي الناس حق، تحفظ حق كل واحد. عشان كده الكابتن وليد سليمان لما اتكلم على نقطه مهمه، رساله لكل اللعيبه، هتقعد على الدكه لانه قانون الكوره هتلعب ب 11 وعلى الدكه بقيت 18، بس لما تقعد على الدكه الرساله اللي قالها الحاوي
هي رسالة محمد شريف وصلاح محسن، الاثنين من أهم المهاجمين دلوقتي، الاثنين الكابتن حسام حسن بيعتمد عليهم دلوقتي يعني. حتى لما اتكلم لا هو لما سئل على الاثنين دول تحديدا قال لك اشتغلوا على نفسهم كويس، ركزوا كويس قوي، استغلوا الفرصة لما جت لهم، لقضوها كلام ولا رغي ولا هد ولا شكوى ولا عياط، لا لما جت له الفرصة بقى شريف مهاجم مصر الأول وصلاح محسن وراه برضه سواء في المنتخب الأول أو الأولمبي. بس خلي بالك كل لعيبة الأهلي لعيبة كبار، فأي لعيب كبير بنفسه لعيب كبير، فهو مش قاعد يعني، لا هو قاعد يتنافس. وزي ما أنت بتقول انزل اثبت وجودك، ويكون الكابتن حسام البدري والكابتن شوقي غريب، يعني الكابتن شوقي معتمد على صلاح محسن اساسي، لكن قريت تصريحات للكابتن حسام البدري قال من ضمن الناس اللي في خطته صلاح محسن زي محمد شريف كمهاجم اساسي. هي دي ثمره الالتزام والانضباط والعمل الايجابي اللي بجد اللي اتكلم عليه وليد سليمان. ناخد بالاسباب، لما اتكلم وجيه على وليد على ماتش الترجي، وليد كان له باع مع الترجي قبل كده في رادس طبعا، يا ترى باصص للمباراه الجايه ازاي؟ على مباراتي الترجي وخاصه هيبقى في بعض الغيابات، مباراتين الترجي لعيبه النادي الاهلي محتاجه ايه في الماتشين دولت؟ لا احنا بص يا مهيب الحمد لله كل اللعيبه اللي في النادي الاهلي مؤهله انها تلعب نهائي ومؤهله تلعب ماتشات، انت بتلعب في النادي الاهلي. موضوع ده مين يلعب مين ما يلعبش دي هترجع برضه للجهاز الفني وترجع للي جاهز، لكن الموضوع بيفرق في حته التوفيق. احنا بس اللي احنا محتاجينه ان التوفيق يحالفنا بس، لكن كل اللعيبه رجاله وكل اللعيبه على مستوى كويس جدا وكلنا بنشتغل وكلنا بنتمرن وجاهزين يعني، وربنا ان شاء الله يكرم ويوفق ان شاء الله. موسيماني عارف انت جبت كام جون في الترجي؟ اكيد يعني اكيد هو بيذاكر كويس جدا الفرقه وبيبقى عارف مين لعب ومين ما لعبش، بس ان شاء الله ربنا يعني يوفقه في اختيار اللي هيلعب، وان شاء الله ربنا يكلل مجهودنا ونحقق البطوله الغاليه لجمهورنا العظيم ان شاء الله. يعني 10 ممكن باذن الله ان شاء الله. انت يعني بص في النادي الاهلي احنا ما بنلعبش غير على البطوله، ما بنلعبش غير على المركز الاول، لكن ما بنبصش لاي حاجه ثانيه ان شاء الله باذن الله يحالفنا التوفيق وتكون العشرة من نصيبنا ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن وليد اخيرا، اهم بطوله بالنسبه لك السنه دي؟ اهم بطوله ان شاء الله افريقيا ان شاء الله. افريقيا يعني لما لعيب كبير زي كابتن وليد يتحدث عن البطوله الاهم، وده اللي اهم حاجه في حديثه ده، هي هتكون العشرة، وان دي باذن الله يعني الهدف والتارجت اللي لازم الفريق يسعى اليه. هو راجل مدرك مسؤولياته وطموحات النادي الاهلي وجماهيره. العشره دي يا جماعه عارفين تعمل ايه؟ تخليك بينك وبين ريال مدريد فركه كعب، فركه كعب صحيح يعني، لان انت دلوقتي لو ربنا كرمك بيها دلوقتي انت في اربع ماتشات هتبقى ثلاثه وعندك واحد سوبر وصلحه يبقى ممكن يبقوا يعني بطولتين. اذا انت البطوله دي مهمه جدا جدا جدا، لانها سوف وريال مدريد السنه دي مش مشارك معرفش حيبقى. لا انا عايز اقول لك على حاجه، انت استمرارك في حصد بطوله بعد بطوله هو ده المكسب، هو ده المكسب. لا انا ببص لها بقى بالمعيار اللي الناس بتحبه الرقمي الرقمي فانت يا رب العشرة دي، لانها هتعمل حاجات كتيرة قوي بإذن الله. طيب ضغط بقى الأكاذيب وأكاذيب الضغط، مين اللي مضغوط؟ إنك لما تسمع الكلام تحس إن النادي الأهلي، المهندس عادل قال تعبير الأسبوع اللي فات، قال لك هو الزمالك بيلعب دوري والأهلي قاعد في الساحل؟ أمال الأهلي ما بيتفسحش؟ أنا عارف ده الأهلي شقيان بيروح أقصى جنوب القارة ويجي يطلع على قارة آسيا، رايح هنا في بطولة وجاي هنا في بطولة وفي حالة سفر دائم، المؤجلات جاية لأن عنده ارتباطات من بطولة عالم لدور الأبطال لكأس السوبر، لكن ما زال الكابتن طارق يحيى وراجل مدرب يعني المفترض مدرك أبعاد الأمور عن بقية الناس، بس اللحظة والظرف بتجبره على أنه يقول الكلام، أنه ما فيش تكافؤ فرص. نسمع كابتن طارق يحيى ونشوف مين اللي هيرد عليه. أنا عايز أقول لك أن هذا الدوري دوري ليس فيه عدم تكافؤ فرص وليس فيه عدالة،
ازاي؟ انا النهارده لعبت مباراه اكتر من المنافس بخمس مباريات، ست مباريات. النادي المنافس عنده شهر ستة كله اوف عشان قبل النهائي، وخد سبعة كمان اوف عشان النهائي لو وصل وان شاء الله ربنا يوفقه. طب اديك من البيت ايه؟ من الشعر بيت؟ اه احنا ستة بس بقيه الفرق هو لاعب سبعة. هل يا خالد انا لعبت مثلا الجونة اول امبارح ماشي؟ هل لما يجي النادي المنافس يلاعب الجونة هل هيلاعبها بنفس الظروف والمحيطة بالجونة في توقيتي انا لما لعبت الجونة؟ لا طبعا استحالة. اولا انت عندك فرق كمان اسبوعين ثلاثة هيبان مين اللي هبط. كمان اسبوعين ثلاثة. قول شهر. قول شهر. كمان شهر الاهلي مش هيلعب ولا ماتش. هيكون عارف مين هبط. اكيد النادي الاهلي عنده ماتشات مع هذه الفرق. فالقصص بالنسبة لها محسومة خلاص انا هبط. يبقى هنا انتفت قصة مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة. مفيش عدالة. انت هتحسب ايه؟ طيب. يا كابتن طارق الفرق الهابطة يعني في هم ما بقوش كتير اربع خمس فرق وفي ناس منهم تقريبا موقفهم اصبح شديد الصعوبة وفي منهم فرق خلاص الاهلي لعبهم لكن هو ده اللي شاغل دماغك هو انت لما لعبت الجونة لعبت ايه بعديها؟ لعب حاجة؟ لا طيب النادي الاهلي دلوقتي لما بيتاجل له ماتش بيروح الساحل ولا بيسافر عشان يلعب في افريقيا وفي كاس العالم للانديه؟ ولا دي مش ماتشات؟ ولا ده مش ارهاق؟ هو كمان ولا ده مش تغيير مناخ؟ وبعدين انا عايز اقول حاجه يا سيدي هو انت لما تكون مرهق طب ما احنا ده الاهلي بيقول الدوري احنا تعبانين مرهقين. طيب انت بتتكلم الاهلي عن شهر 6 و7 هو 6 و7 جم انت بتتكلم الاهلي يعني والاهلي مش مرهق في شهر 6 و7 بقول لك الاهلي كله اللي فات بقول لك الاهلي كله في شهر 6 اوف ما عندوش ماتشات طب والزمالك عنده ايه؟ ما دي النقطه انا بس علشان شهر 6 في ملحوظه بس والنبي عايز اخلص دي الاول لان ده اللي بيستغرب له كده اصل الاهلي مش مضغوط ليه؟ عشان 6 و7 اجازه هو 6 و7 هو انا بكلمك انا موضوع هو انا بكلمك في 6 و7 انا بكلمك في اللي فات انا اتضغطت في اللي فات انا بس عايز اقول حاجه وانت هترتاح زيك زيي في اللي جاي الكابتن طارق يعني من حرصه على حته ان الدوري ما فيهوش عداله تقريبا اثبت انه فيه عداله لان قال لك ايه الدوري ما فيهوش عدم تكافؤ فرص هو نفى نفى العدم لا لا هو عارف بيقول ايه لا 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 هو عايز يقول لك ان الاهلي اللي بيقول لا 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 في عدم لا لا هو قال لك الدوري ده السنه دي يا جماعه عارف قال ايه قال لك الدوري السنه دي فيه عدم تكافؤ فرص فيه عدم تكافؤ فرص او ليس فيه عدم ليس تكافؤ ليس فيه عدم ايوه نفى النفي فنفي النفي اثبات يبقى لا عليك بس سيبنا من الجزئيه ديت انما الجزئيه المنطقيه بجد هو مين قال لك في صالح الاهلي لما يلعب فرق متاخر الفرق دي تكون هبطت؟ طب ما يجوز ان الفرق ديت هتبقى متوقفه على ماتش. بالظبط. انت ليه اعتقدت ان الاهلي لما هيجي يلعب الفرق ديت مش هتكون محتاجه؟ ده ممكن تكون ماتشاتها مع الاهلي مصيريه بجد. هي وفقا للنتائج هو انت عارف النتائج هتمشي ازاي؟ يجوز الاهلي يلعب فريق مباراته مع الاهلي تحدد مصيره يا في الهبوط يا في البقاء يا في مركز مهم. فانت الكلام قياسا على نتائج على نتائج غيبيه دي كلام مردود عليه ولما خططت انت للنتائج الغيبيه يا استاذ ابراهيم وقلت ان الدوري بدل ما يخلص كله قبل كاس الامم الافريقيه ها عشان ناجل كويس على اساس ان رمضان صبحي كان ايوه عقده يخلص فتكون النتيجه ده اللي عايز اقوله ما تقعدش تعمل حسابات مستقبليه تكون النتيجه ان اللي اتعور عندك او اللي يغيب عندك في رجال اساسي طب انت عارف اللي جاي هيبقى فيه ايه صحيح وبالنسبه لسته يا جماعه يا كابتن طارق شهر ستة مش الاهلي اوف بس الكوره اوف ليه لانه دي اجنده دوليه من 30/5 لغايه 15/6
دي اجنده دوليه. اتحاد الكره ادرك انه الاهلي لما قال مش هقدر العب في الفتره دي لان عندي اللعيبه المحترفين الاجانب مستدعيين، الزمالك كمان بعديها قال نفس الحكايه واستدعي لاعبيه المحترفون للخارج. فبالتالي طب انت ما هو الاهلي تاجلت له ماتشات في سته والزمالك وكل الفرق النص الثاني من سته، ما انت بتلعب ان انت هتلعب في تونس هتسافر 14 او 15 هتلعب 19 وهترجع تستعد لمباراه العوده. هل الاهلي في الاسبوعين الاخيرين من سته يلعب يسيب الترجي ويلعب دوري عشان ما يبقاش اوف يعني ولا ايه؟ وبعدين ايه حكايه ما انا قلت المره اللي فاتت مش كل ما اقول لك انا تعبان قوي تقول لي ما انا الدور والباقي عليا، يا سيدي وانت تعبان وانا تعبان، بس ما حدش قال لك انك انت يعني احنا لما كنا بنتكلم كنا بنتكلم ما ينفعش تلعبني وانا عندي سفريات لجنوب افريقيا وارجع من جنوب افريقيا على الدوحه وارجع من الدوحه مش عارف اعمل ايه وقبليها بكاس العالم نفس القصه، بقول لك ان ده جدول غير ادمي. ولما عملنا جدول وعرضناه المره اللي فاتت بتاع ابننا اللي اسمه عامر العمايل وقلنا لهم ان لما قال لك الانديه اللي لعبت اكتر انديه لعبت فارق يومين بس طلع النادي الاهلي، طلع الاهلي ببعيد، طلع الاهلي وطلع راي عدد كبير حتى من الزملاء الاعلاميين عن مين المضغوط بعد الفصل. طب اريحك